صباح الخير هايدي. صباح الخير يا عفا. كل عام وانتي بخير. وانتي بألف خير يا رب. صباح الخير لجميع مشاهدينا، وكل عام وانتو بألف خير. بدي اتمنى لكم بهذا العام كتير من راحة البال وكتير من الصبر وكتير من القوة. ما شرط ابدا ببداية كل عام نتوقع او نتمنى نعمل كتير من الانجازات. ممكن نكون عاملين كتير انجازات بالعام الماضي ونحن ما نحاسين فيها. كتير من المواقف الصعبة أو كتير من الأوقات الصعبة ممكن نكون طلعنا منها بأقل الخسائر ورجعنا وقفنا على رجلينا من أول وجديد، فهذا بحد ذاته أكيد إنجاز لازم نفتخر فيه، ولازم نفتخر بكل مرة وبعد كل الهزائم والخسائر. أكيد الحياة ما بتخلى شو ما كانت إنه نرجع نوقف من أول وجديد. صباح الخير عام جديد، وأكيد مكملين معكم بفقراتنا الصباحية من داخل والمحافظات جميعا، ولكن بالأول بدي ارجع صبح على هايدي. صباحك من جديد يا عفاف، واكيد الصباح الاكبر لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة. واكيد امنياتنا دائما لكم اليوم وكل يوم انه تكونوا بخير وتقضوا هذا اليوم برفقة الاشخاص اللي بتحبوهم، برفقة اهاليكم ورفقاتكم، وان شاء الله يا رب ايامكم الجاية بتحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. أكيد محطتنا عديدة ومنوعة لهذا اليوم، ولكن مثل العادة فاصل صغير ومنبلش. صباح الخير عن جديد مشاهدينا عفاف، رح نبدأ بمساحة من الإبداع والتميز، واليوم عنا كتير من المؤسسات والفعاليات يلي عم تدعم شبابنا السوري، الشباب الموهوبين والمبدعين بكافة المجالات. لابد اليوم أنه نحكي ونضوي على مؤسسة مبدعون من أجل وطن، هي المؤسسة الموجودة من 2020 يلي عم تدعم المواهب بكافة المجالات الثقافية والعلمية والإبداعية. رح نتعرف اليوم أكثر على المؤسسة، على المجالات الموجودة فيها والواقع الموجود، الكوادر الموجودة، كثير من الأمور يلي رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور بهجة عكروش، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. كل عام وأنت بخير. أنتوا سالمين إن شاء الله وبلدنا بخير يا رب. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني بلشنا بالبداية من تاريخ المؤسسة من 2020 شهر التاسع، خلينا من هي النقطة نبلش بالحديث مع حضرتك، كيف بلشتوا وكيف كانت التحضيرات لحتى صارت هي المؤسسة الكبيرة ووصلت لهون؟ الله يبارك فيك وكل عام وانتم بخير لكم ولبلدنا ولكل ناسنا ولأهلنا، وإن شاء الله الاطمئنان للجميع. المؤسسة يعني كانت الفكرة تبعها هي من خلال الأزمة، من رحم الأزمة كان في كتير عندنا من الشباب الإبداعيين اللي أطلقوا أفكار إبداعية ومبادرات إبداعية كتير كبيرة، وكان لي شرف أني أنا أكون موجود مع الناس من بدايات الأزمة بالعمل المجتمعي. لاحظنا أنه في كتير من الحالات اضمحلت، ما عاد بينت بعد فترة. طبعا السبب الرئيسي أنه ما كان في حاضن، طبعا الدولة أكيد هي مشغولة بالأمور الأخرى في معالجة الأزمة، فلذلك هؤلاء الشباب لم يكن هناك حاضن حقيقي لهم مجتمعي. فكانت فكرة المؤسسة هي بحضن هذه المبادرات، هذه الأفكار الإبداعية، الشباب الإبداعيين الذين فعلا أطلقوا الكثير من الحالات والأفكار. من هذا المنطلق انطلقت فكرة المؤسسة، وبدأت بتجميع بدأنا بتجميع بعض الكوادر اللي لها علاقة فعلا مباشرة بالتطوير، بالإبداع، بالتميز، بكيفية الاحتضان، التدريب، التأهيل، التمكين إلى آخره. انجمعت مجموعة كوادر حقيقية أكاديمية، ومن خلالها أطلقنا المؤسسة بمؤتمر تأسيسي وب مؤتمر صحفي ب 3/9/2020. تمام دكتور، يعني كان في أنشطة عديدة وفعاليات ومحطات هامة بعام 2023 ضمن المؤسسة، خلينا نستذكر بعض هي المحطات. طبعا يعني خلال 23 نعرف كان في إشكالية كبيرة، هي أزمة الزلزال الكارثي اللي مر على سوريا. لذلك كنا مبلشين بإطلاق جائزة اسمها جائزة مبدعون السنوية، وهذه الجائزة هي تحفيز الشباب
وكان كل عام سيكون لها عنوان. العنوان ب 23 كانت للأمور الثقافية والشعر المجتمعي اللي بيدعو إلى الألفة ونبذ العنف وقبول الآخر، وكان في مشاركات كبيرة جدا، وحقيقة كانت مسابقة كبيرة جدا ومجموعة كبيرة من الشعراء، وانطلقنا فيها بداية العام، وكان فيها توزيع طبعا جوائز معنوية ومادية لتشجيعا للشباب المشاركين في هذه المسابقة. فيما بعد جاء الزلزال بشباط للأسف، وكان له تأثيرات كبيرة، وكان لابد للمؤسسة أن تدخل ولو هي طبعا في الإبداع والتميز، لكن هي بالنهاية جزء من المجتمع السوري والحالة الكارثية اللي أصبحت، فكان للمؤسسة أن بالتعاون مع بعض الجهات المؤسسات والشركات والنقابات أطلقنا مبادرة اسمها مبادرة ضماد الروح، وهي تعنى إضافة للحالة الإغاثية بضماد أي الدعم النفسي للمتضررين من الزلزال، فأخذت بهذا المجال أخذت بعد كبير، يعني حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر في العلاج، وطبعا انطلقنا باتجاه كل المحافظات والمدن من جبلة إلى اللاذقية إلى حلب إلى إدلب إلى حماة وإلى ريف دمشق، فكان هناك نشاط كبير جدا اقتصر بهذه المرحلة على موضوع الدعم فيما يتعلق بأسرنا المنكوبة. فيما بعد بدأنا رجعنا إلى نشاطنا الرسمي، وبدأنا بالتحضيرات للكثير من الأمور، وخاصة هناك فكرة بحب ضوي عليها اللي هي ركزنا عليها وعملنا يعني حفل تكريمي، أنه دائما عم يكون تكريم لأي شخص متميز أو مؤسسة متميزة، وخاصة الأشخاص بعد وفاتهم، فكان الفكرة بالمؤسسة أنه لا إحنا لازم هدول الناس اللي قدموا وعم يقدموا وعم يكون إنجازاتهم إبداعية عالية جدا يجب أن يكرموا بحياتهم أولا، يعني أنا مو بعد ما يموت كرمه، كرمه في بحياته وأمام ناسه وأمام أهله، وبنفس الوقت هو عبارة عن حالة تحفيزية للأشخاص الآخرين أن يبدعوا. فأطلقنا وسام درع الإبداع برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأقمنا حفل تكريمي لعشر شخصيات على مستوى الوطن، وكانوا أعتقد برأي الجميع كانوا مستحقين جميعا بدون استثناء. فهذه الحالة أيضا أصبحت حالة مكرسة سنويا، هو درع الإبداع 23 وسيكون درع الإبداع 24، وبدأنا بالفترة الأخيرة بالتحضير لل 24 بإعادة هيكلة المؤسسة، بوضع خطط يعني لكل لجنة من اللجان العلمية الإعلامية الثقافية الاقتصادية، وإن شاء الله تعالى بال 24 حتشوفوا كتير شغلات يعني تستحق بلدنا ونحن نستحق كأشخاص إن شاء الله. أكيد دكتور، ببداية كل عام أو كل مشروع لتحضيرات جديدة لازم يكون في صعوبات وأشياء كتير صعبة، بدها كتير من الصبر والقوة لحتى الواحد يقدر يتجاوزها. خلينا نحكي عن الصعوبات يلي واجهتكم أثناء تحضيرات العام الجديد. طبعا الصعوبات موجودة وبقوة، ومن منا لا يعي ما هي الصعوبات الموجودة حاليا. طبعا الصعوبات الأكبر هي الصعوبات الاقتصادية اللي موجودة والضغط الاقتصادي والمالي والاجتماعي اللي موجود، هذا الشيء عم يحد كتير من أي عمل بدك تقومي فيه. لذلك في إشكالية كتير كبيرة بكيفية التحضير، وكل عمل بدك تقومي فيه يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى دعم. طبعا الدعم اللوجستي الحكومي من خلال الدولة هو موجود وتهيئ كل السبل والظروف، لكن نحتاج دائما إلى دعم اقتصادي ودعم مالي. هذا الموضوع حقيقة هو عائق كبير جدا، وخاصة المشاريع الإبداعية. صحيح. هي مشاريع تحتاج إلى تمويلات، يعني المشروع الإبداعي يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تمكين، يحتاج إلى 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 حاضنة، فهذا كله يحتاج إلى تمويل. فحقيقة هي هون
الصعوبة الكبيرة جدا اللي عم نواجهها. لذلك أنا بقول من نسبة للسنوات الماضية أنا لا أخجل في أن أقول هناك بعض المشاريع تم إيقافها لعدم قدرتنا على الاستمرار فيها لأنه تحتاج إلى تمويل عالي. والوضع الاقتصادي هو يعني ما نمخفي على حدا أنه في ضغط كبير جدا على الكل، حتى رجال الأعمال يعني عم يكونوا مقتصرين على حالات معينة، حتى يعني حتى الدولة بحد ذاتها هي مقننة بطريقة معينة أنه يجب أن نتآلف مع الواقع الموجودين نحن فيه. فهي صعوبة من الصعوبات الكبيرة جدا اللي عم نواجهها، لكن حقيقة نشكر الرب يعني أنه الكوادر الموجودة في المؤسسة بمجلس الأمناء والهيئة الاستشارية ما عم يقصروا، عم نحاول ندعم هذه المشاريع من خلالنا الشخصي من التمويل الذاتي وليس من تمويل خارجي، وهي اللي عم تحدى فيها قدر الإمكان هذه الصعوبات التي تحصل. تمام دكتور، بما أنك ذكرت الكوادر الموجودة ضمن المؤسسة، خلينا نوضح أكثر عن آلية العمل ضمن المؤسسة، عن اللجان الموجودة، عن الكوادر، هل هي أكاديمية مؤهلة فعلا ممكن اليوم تدعم هدول الشباب وتستقطب أفكارهم الهامة والمميزة؟ أكاد أقول وبكل فخر أنه هذه المؤسسة تحتوي ضمن طياتها مجموعة كبيرة جدا من الأكاديميين المشهود لهم على مستوى ومساحة الوطن. الهيكلية الإدارية للمؤسسة يعني أخذ شكل نوعا ما فعلا أكاديمي، في مجلس أمناء، في هيئة استشارية. هذه الهيئة الاستشارية فيها أكثر من 120 أو 130 من الاستشاريين، وهن عبارة عن شخصيات أكاديمية موجودة على ضمن الهيئة الاستشارية. هذه الهيئة الاستشارية هؤلاء الأشخاص هم موزعين ضمن لجان. اللجان هي الثقافية، الأدبية، العلمية، الإعلامية، الاقتصادية، الموسيقية، الفنون التشكيلية. فهذه هذه اللجان يرأسها اللي يرأس كل لجنة هو شخص أكاديمي بالمطلق متخصص ضمن حالة اللجنة، ورؤساء اللجان يضموا إلى مجلس الأمناء ليكونوا بالقرار بقرار التحضير للمشاريع الإبداعية وبالتالي اتخاذ القرار المناسب من مجلس الأمناء. هذه الهيكلة التنظيمية والإدارية نوعا ما هي حالة نشكر رب العالمين أنها ناجحة حتى الآن، وأكد لك تماما وكل من يعرف هذه المؤسسة يعرف تماما صدق ما أقول أن معظم الشخصيات هي شخصيات أكاديمية قادرة على إدارة دفة كل لجنة على حدة من ناحية التربوية أو الاقتصادية أو الأدبية أو الموسيقية أو إلى آخره. فنحن بهذه الكوادر استطعنا حقيقة أن نصل إلى كل ما يمكن أن نصل إليه من المبدعين، من شبابنا المبدع. وطبعا أؤكد الإبداع ليس له عمر، يمكن أن يكون طفل وممكن أن يكون كبير وممكن أن يكون شاب. صحيح. خلينا كمان نتعرف من حضرتك دكتور كيف تم التنسيق مع الكوادر الثانية أو التشبيك مع مؤسسات ثانية، كيف كان التنسيق بيناتهم؟ نعم لا شك يعني نحن أحد أهداف المؤسسة هو تعميق ثقافة العمل الجماعي وسياسة الفريق والانفتاح على كل الجهات، لأنه متأكدين أننا كمؤسسة أو كأفراد لا يمكن أن ننجح، وأن لا يكون نجاحنا جزئي، لا يمكن أن يكون نجاح كامل إلا من خلال الشراكات، لكن الشراكات المدروسة. يعني أنا ما بصير أعمل شراكة لمجرد الشراكة، أنا بدي أعمل شراكة تكون مع جهات ومؤسسات تكون تحمل ذات الرؤى ذات الأفكار. يعني لا يمكن أن يكون لقاء بين جهة بعالم آخر وجهة بعالم تاني، يجب أن تكون في تلاقي بالأفكار، تلاقي بالرؤى، تلاقي بالهدف اللي عم نسعى له. ومن خلال هذا المنطلق حقيقة عملنا مجموعة من الشراكات الجميلة جدا على مستوى الدولة. عملنا شراكات مع وزارة الثقافة ووزارة التربية ومع جامعة دمشق، مع التعليم العالي، مع كل الجهات الأخرى الأكاديمية. وفيما يتعلق على مستوى المؤسسات يعني هناك مؤسسة التعاون السوري الروسي اللي كان بالفترة الأخيرة عملنا شراكة، وشراكة حتى تكون ناجحة جدا لأنه في مجموعة قامت على مجموعة من المشاريع
اللي ان شاء الله ستكون مفيده لكل اهلنا وكل مجتمعنا على المستوى الطبي، على المستوى العلمي، حتى على هذا المستوى، على مستوى عيادات، اطلاق عيادات مشتركه. العيادات السوريه الروسيه حتكون هي داعمه لكل مجتمعنا على مستوى العام ببطاقه، هي بطاقه مستفيد. في عندنا دعم مع مراكز ايضا بحسومات عاليه للتخفيف من الاعباء على اهلنا وناسنا. بنفس الوقت في عندنا شراكات على مستوى دولي ممكن ان تكون، ومؤتمرات على مستوى دولي لاستقطاب الاخرين من الخارج، وايضا دعم المبدعين الموجودين داخل سوريا. تمام، يعني من خلال حديثك دكتور عم نشوف في جانب وعمل انساني كثير كبير ضمن المؤسسه. اليوم يمكن مو قدرت كل الناس او كل الاشخاص يسجلوا شبابهم او اطفالهم بمعاهد ودورات لحتى يمكن يتقووا اكثر وينموا مواهبهم. طيب اليوم اي شخص حابب ينتسب للمؤسسه ان كانوا اطفال او شباب، شو اليه التواصل اليوم دكتور معكم بشكل طبعا سريع؟ سؤال كثير جميل ومشكورة عليه، لأنه كتير بيسألوا أنه نحن كيف بدنا ننتسب؟ يا هل ترى كل من سينتسب يجب أن يكون مبدع؟ بالتأكيد لا. المؤسسة هي لرعاية الإبداع، ورعاية الإبداع هناك أشخاص لترعى الإبداع، وهناك أشخاص إداريين وتنفيذيين، ويعني نحن نحتاج كمؤسسة نحتاج كل الكوادر، ليس فقط إنسان مبدع. نحن نرعى الإبداع ونرعى الحالات الإبداعية، لكن من يقوم على حالة الإبداع هو يحتاج إلى كل شيء، من أقل حالة لأكبر حالة. يعني نحتاج الإداري، المنظم، العلاقات العامة، التنظيم، المراسم، لأنه هي فعاليات كبيرة جدا. فبالتالي أي شخص يرى نفسه قادر على العطاء ويخدم هذه الفكرة، يؤمن بهذه الفكرة. يعني أنا الفكرة دائما اللي بقولها هو الإيمان بالفكرة، إيمان بالإبداع ورعاية الإبداع. عندما يكون يمتلك هذا الشخص هذه الرؤية وهذه الفكرة، فنحن سعيدين في انضمامه لنا. وطبعا في عندنا صفحة مؤسسة مبدعون من أجل الوطن على الفيس، وموجود الموقع أيضا موقع مبدعون على الويب، فممكن يتواصلوا معنا ويتواصلوا مع حدا من أعضاء الهيئة الاستشارية أو مجلس الأمناء، ونحن سعيدين إذا كان يحقق هذه الشروط أكيد أن يكون من ضمن تعداد هذه المؤسسة. أكيد دكتور، يعني بالختام نصيحة جدا مهمة لكل الشباب المبدعين، يتواصلوا إذا لقوا أي صعوبة على صفحة المؤسسة. شكرا لك، كنت معنا اليوم الدكتور بهجت عكروشة رئيس مجلس أمناء سوريا مبدعون من أجل وطننا. شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك دكتور بهجت، نورتنا. أكيد صباحنا مكمل معكم مشاهدينا، ورح ننتقل إلى فقرتنا الثانية ونحكي فيها عن الجهود المتواصلة ضمن حاضنة دمر المركزية للحرف التراثية للحفاظ على الحرف اليدوية والإصرار والمواصلة على تعليمها لمختلف الشرائح بالمجتمع. ما بتعرف عمر، ما بتعرف أي حاجز لأي حدا عنده إبداع ينضم لهي الحاضنة الحرفية. وأكيد رح نحكي عن الدورات الموجهة لمختلف الشرائح اليوم، وعن الدورات وشو هي أبرز الحرف يلي انضمت للحاضنة، وشو رح يكون جديد الحاضنة لعام 2024. رح نحكي كل هي التفاصيل اليوم مع شيخ الكار عدنان تنبكجي، أمين سر هيئة مدربي حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك صباح استاذ خير. وكل عام بخير وانت بألف خير يا رب. يعني قبل ما نبلش نحكي عن تحضيراتكم بالسنه الجديده والامور يلي كانت بسنه 2023، خلينا نعطي تعريف بسيط للمشاهدين عن حاضنه دمر اليوم. هلا هي حاضنه دمر مركز تجمع لكل الحرفيين المبدعين، وبتستقطب مثل ما قالت زميلتنا انه كل شرائح المجتمع في موضوع التعليم. هدفها الاستراتيجي تعليم الحرف اليدويه التراثيه والتقليديه من الخوف عليها من الاندثار. كثير ناس عم يجينا من كل شرائح المجتمع، في ناس كبار بالعمر، وعم نشجعهم انه ما طافوا القطار، لو طلع تقاعد في يجي يتعلم وحصل هذا الموضوع، وبالاخير بينطلق لسوق العمل وبيساوي او المميزين والناجحين اللي احنا كمان بنستقطبهم
فرص عمل منيحه بالحاضنه عم تكون، وخاصه انا بشجع اهل المنطقه يعني بدمر، لانه تعرف اليوم مواصلات يعني في صعوبه، او بيروح زمن من اليوم اللي الواحد بده يروح مثلا نص ساعه ويرجع نص ساعه، هذا المكان وما حوله بيساعد على انه بنفس المكان يساعد كل واحد حابب يتعلم وفرص العمل متاحه يعني، ومكان للمبدعين. وابدعنا بهي الحاضنه وانجزنا ووصلنا لموضوع سك الملكيه، انا واحد منهم، صار في عنا مشوار كثير حلو وما رح يتوقف، لانه الابداع رح يوصل تبعنا ان شاء الله. كان يوصل بطريقه غير مباشره، صار هلا يوصل بطريقه من الحرف المبدع بطريقه فنيه مباشره ابداعيه، وكثير عم ننجز، والدورات بتعطي ثمارها، الثمرات اللي عم ناخذها بهي الدورات لكل واحد عم يتعلم او كل صبيه هي كمان عم فيما بعد وقت تكون عندها قدرات عاليه كمان ممكن انه هي تصير تعلم. خلينا نركز اليوم على الدورات لعام 2024. أكيد الحاضنة بيتم توسيعها من خلال زيادة عدد الحرف يلي عم تنضم لها من مختلف المجالات. خلينا نحكي عن الدورات يلي هلأ رح تصير بال 2024. والله هلأ في تركيز على موضوع النول اليدوي، بتعرفي البروكار عم يكون تواجده خجول إن شاء الله. هلأ أصدقائنا حطوا وزملائنا بحاضنة دمر، حاضنة دمر النول اليدوي، وعم يهيئوا لموضوع الدورات التدريبية عداكي عن كل موضوع الحرف. معظم أنواع الحرف اليدوية التقليدية اللي بتشتهر فيها دمشق أو كل سوريا عم يكون مفتوحة هاي الدورات، بما فيهن حتى للصبايا فرص عمل أنه يتعلموا موضوع قص الشعر والبوتيكير ومنيكير، هدول القصص اللي انا ما كثير بفهم فيها عم يتعلموها، وبالاخير بينطلقوا وبيفتحوا صالونات وحصل هذا الموضوع. النحاسيات، موضوع الاغباني، اجانا موضوع الاغباني هذا جديد كمان، حرفيين وسيدات المجتمع بارياف دمشق مشهورين كثير فيهم. الاغباني ايه الحمد لله هلا صار في عنا الاغباني متوفر بحاضنه دمر بشكل واسع، وفي عنا موضوع الدهان الدمشقي كمان دخل جديد، الدهان تغير الرسمات النباتيه وتوثق على انه اسمها هي ما لا اسمها الموضوع الحرفي الدهان العجمي، صار اسمه الدهان الدمشقي وعليه اقبال. موضوع توسع النحاس له كثير محاور، صار في توسعه كبيره بالنحاس بما يخص موضوع سكب النحاس، تشكيل المعادن والطرق على النحاس، خريق النحاس الشرقي كمان، كله هذا متوفر موجود، استخراج الزيوت العطريه كمان موجوده، وتنزيل الصدف على الخشب، في عنا موضوع النجارة، الحقيقة قصص كثيرة بما يخص الحرف موجودة وكله عليهم دورة. هاد كله جديد هلأ لعام 2024 ولا كان سابقاً؟ كان سابقاً، بس عنا جديد الأغباني، النول هلأ بصدد أنه إن شاء الله بيتفعل موضوع البروكار يعني ما كان هذا بالأول، هلأ صار موجود. تمام. يمكن خلال الفترة الماضية كان عندكم مشاركات عديدة، كان مع جامعة دمشق أو اتحاد الكتاب العرب، أستاذ للتعريف يمكن عن أهمية الحرف التراثية والحفاظ عليها، اليوم شو الجديد بهذا المجال؟ هلا موضوع حكيتي يعني موضوع كثير مهم بموضوع التنسيق مع جامعة دمشق وكلية الآداب بالتحديد، انه صار عملنا مهرجان رائع وصار دوري الحمد لله، يعني نحن صار عندنا هذا المهرجان دوري انه كل سنة بصير، والأغلبية عم يكونوا شاركين، المشاركين عم يكونوا من حاضنة دمر، يعني فينا نقول الأغلبية عم يكونوا وعم يفعلوا موضوع الحرف وننشر الوعي الثقافي الحرفي عن طبقة مهمة كتير بالمجتمع قدام الصبايا والدكاترة والطلاب الجامعيين. يعني اليوم عم نحببهم بهذا التراث العريق، تراث المجد، نحن في ناس كثير ما عندهم معلومات كافية عنه، عم نشرح لهم خلال هاي المعارض اللي عم تصير بالكلية، وعطيت صدى كثير حلو، وكمان بنستفاد نحن بنستثمر هذا المكان اللي هو بننشر موضوع الماركتينج، بنسوق للحرف اليدوية والتحف الإبداعية تبعنا. الجديد كمان بهي الحاضنة حكينا قبل هلا موضوع أصدقائنا وزملائنا الحرفيين بإتكية سليمانية، صار مكانهم كمان، هذا المكان استراتيجي، اهتمامات كبيرة من وزارة السياحة عم يشتغلوا صراحة، يعني إذا بتروحوا بالليل والنهار عم يهيئوا المكان لهدول الحرفيين المبدعين زملائنا، منشان نزيد الإبداع بإبداع، ونحن بنكبر فيهم وهن بيكبروا فينا، وبنصير عناصر فعالة بالمجتمع مو بس لسوريا وإنما لكثير من الدول، لأنه بتعرفوا سوريا ما
مشهوره بقرصها الحضاري بالتحف والحرف اليدويه التقليديه والتراثيه. اليوم عدنان انت شيخ الكار بالنسبه للفنون النحاسيه والتشكيليه. نعم. شو هي مخططاتك بالنسبه لهذا الاتجاه حصرا بعام 2024؟ في شيء جديد هلا؟ هلا نحن في عنا مثل لو كان شعبي بنقوله، نحن على فكره كمان بنوثق الامثال الشعبيه، وهي ما في مثل طلع من زمان وخاصه بالشام الا ما له قصه، بيقولوا لك قله الخياطه بتعلم التطريز. الحقيقه السوق شوي نايم، يعني بتعرف الوضع الاقتصادي عند كل الناس هلا، يعني ممكن ما يبدوا التحفه او الحرفه او الشيء اللي هو كماليه الكماليات، بيبعدوا عنه شوي بهالظروف. نحن بهذا الوضع يعني بدنا نتجه للإبداع أقوى ما أنه نكون مشغولين بقطعة معينة أو بتحفة معينة. همد السوق بس التجارة كلها على طول، كل شيء بيموت وما بيحيا إلا التجارة بتموت وبدها تحيا، يعني في استمرارية إن شاء الله بهذا الوقت اللي هو هادي، في ريلاكس على موضوع التسويق والبيع المنتجات الحرفية. نحن نتجه على أنه نخلق الإبداع. المبدع اللي هو اساسا ما في مبدع بالعالم الا ما بيكون اساسه حرفي، بده يكون محترف، بده يكون بادي اول شيء بخطوات لانه لا يوصل لهذا الابداع. المبدع يعني بتعرفي هذا الحرفي بيختلف شوي عن الصناعي، الصناعي بيخاطب الماكينه بيعطيها اوامر وبيخاطب الاله وبعدين بيطلع المنتج، وربما يحدث عطل بيعالجوا بطريقه فنيه ديناميكيه الى اخره. بينما الحرفي اليوم بيخاطب الروح، بيحكي مع القطعه اللي قدامه وبيغازلها وبيقول لها كيف بدك تصيري بكره، اليوم وصلنا رح نساوي هذا القسم، بكره رح نساوي هذا القسم، بيضل عم يخاطبها وبيحكيها لانه هي فعلا روح، وعم يخاطب القطعة أنه تصير بأجمل حالاتها وبوقفتها، إن كانت من الخشب أو من الموزايك أو من الصدف أو من النحاس إلى آخره. معناتها هون إحنا الحرفيين تبعنا مميزين كثير عن دول العالم وعندهم إبداع ووصلوا للنجومية العالمية، بس ما رح يتوقفوا. أنا واحد من الناس ما بوقف لأنه الأمل على طول موجود وحرفنا مطلوبة وإبداعاتنا الحمد لله موجودة، لو كان في ضعف أسوأ، بس لابد ما أنه تنشط التجارة وحرفنا عليها أقبال بكل دول العالم. تمام. يمكن بالسنة الماضية يمكن واجهتوا صعوبات أو تحديات، اليوم بعملكم ضمن الحاضنة هل قادرين إحنا بهي السنة نتجنب هي المشاكل؟ في خطة عمل أو آلية معينة رح تتبعوها؟ والله انا بنصح يمكن تتفاجئوا بهن هلا انه شو هي المواجهات اللي احنا نواجهها. لابد ما انه يكون عندنا شحبي بعض المواد الاوليه مثل ما حالنا حال اي دوله، ما بالك بسوريا بالعقوبات اللي صايره عليها كمان الجائره. نحن التهيئه اللي بدها تكون اهم من المواد الاوليه راحت البال. الحرف اليوم لازم يكون حتى يبدع لانه عم يشتغل بالفن بده يكون مرتاح البال، وظروف ما عم تخليه يكون مرتاح البال. انا بنصح كل واحد حرفي فنان انه يتجه على بيته، انه من البدايه بده يطلع من بيته مبسوط، ولابد ما انه اسرته تساعده على انه تنشر السعاده بهذا الفنان اللي هو رب البيت وهو اللي عم الوضع الاقتصادي عم يكون بايده. لذلك بننشر السعاده وان شاء الله كل عام انتم بخير، وكل حرفي عم يسمعنا بسوريا وغير سوريا يكون يزرع التفاؤل والمحبه، وزوجاتهم يعني كمان هن يزرعوا لهم المحبه والسعاده، حتى اهل البيت واسره البيت، لحتى تطلع هي التحفه الفنيه إبداعية غريبة، وبيستفادوا فيما بعد من الوضع الاقتصادي، لأنه إذا قطعة حلوة وفنية وفيها إبداع أكيد راح يدخل الدخل الاقتصادي والكل بيستفاد ويستثمر هذا الإنجاز. أكيد أنا عندي فضول أعرف شو آخر تطورات أو شو صار بحق الملكية بالنسبة للعبة الشطرنج اللي تم اقتراحها. والله لعبة الشطرنج حكينا عنها كثير وما بدي حدا يقول في عنا غرور إنه أنا أحكي عنها، لا هي بتستاهل إنه نحكي عنها. صحيح. حلقات مطولة ووصلت لكثير من دول العالم، حققت اللي انا بدي اياه وربما رب العالمين رزقني اكثر ما استاهل. هي الرقعه طبعا حكينا انه ما لها تراثنا،
وانما انا زرعت فيها كل شيء من الالف الى الياء بتراثنا السوري، وكمان بنركز على موضوع الرموز اللي حطيناها، الرموز اللي حطيتها انا بهي الشطرنج ما لها موجوده عند حدا بالعالم ابدا ابدا ابدا. الحكي هذا موثق، سك الملكيه اخذته انا. انا هذا اللي بدي اعرفه، سك الملكيه اخذته أخذ ولا سك لا؟ الملكيه، والحمد لله سك الملكيه كثير بفيد. صار عندنا 2 سك ملكيه لزميلنا محمد الكوجوك وانا بموضوع الشطرنج، هو بموضوع الكره اللي هي من الخشب، وان شاء الله يعني بنزرع التفاؤل بكل واحد عم يحضر حاله لياخذ سك ملكيه 3 و4 والى اخره، وبصير عندنا ملكيات بهي الحرف اللي سابقا وبالاحداث كثير من التحف الفنيه الابداعيه انسرقت وراح ما لها ملكيه، بينما هلا صار في عندنا توثيق وعندنا ملكيه اولا من التقليد، وثاني شيء من انه ما تنسرق، والشغله الثالثه اللي هو بتصير في قوه للبيع. يعني اليوم احنا عندنا عصر الماركتينج والتكنولوجيا، انه في فن مزدهر وكثير حلو لموضوع بيع القطعه بطريقه فنيه رائعه، في عندنا شرح للقطعه كيف عم تكون تفاصيلها، وفي عندنا مين صاحبها، خطوات العمل، صور بكل جوانبها، وقديش فيها مثلا اذا كان فيها ذهب بنذكر قديش فيها مثلا كم جرام ذهب، وهي مصنوعه من وين، وشو هي الرموز، وبتخضع لمعايير كثير كثير صعبه لحتى بالاخير بيحصل على سك الملكيه، وهذا الشيء رائع بسوريا ما حصل قبل هلا الحمد لله. الامور في تطور، وانا بطلب ان شاء الله من شاشتكم الكريمه انه هذا الحرفي مو بس الاتحاد العام للحرفيين ووزاره الصناعه هي دعمته، كمان نحن معنيين بكل شيء، حتى بوزاره التعليم العالي، وزاره التربيه، وزاره السياحه ما عم يقصروا، وزاره الاقتصاد ما عم يقصروا، لكن نطلب المزيد حتى نعطي المزيد. واليوم نحن بمشروعاتنا الصغيره ومتناهيه الصغر هي اللي بدها تنهض البلد بصراحه. مشروعات صغيرة متناهية الصغار هي اللي بتنهض البلد، وهي اللي بتشكل يعني جيش اقتصادي قوي بيدعموا الوضع الاقتصادي اللي نحن عم نعيشه. طيب خلينا نرجع نحكي عن الدوريات يلي عم تقام اليوم ضمن الحاضنة، ويمكن كل شخص حابب يتعلم حرفة معينة، حرفة يدوية، هو يمكن بحاجة لفترة كتير طويلة. خلينا نحكي قدي عم تكون مدة الدوريات، شو الأساسيات يلي لازم يتعلموها، وشو أكتر يمكن العناوين والأفكار يلي عم يركزوا عليها اليوم الشباب؟ هلا المعايير احنا ما في عنا شرط انه يعني فوق ال 15 سنة بيكون او 18 سنة وما فوق بيقدر يجي يتعلم، صبية، شاب، كبير، صغير، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة نحن عملنا لهم دورات ولقينا عندهم أفكار مجدية وانطلقوا شوي لسوق العمل ولو كانوا بأعمال بسيطة عم يسوقوها. مثل ما قلنا اللي بيتعلم متوسط عمر الدورة البدائية عم تكون 3 شهور، لكن ما بتكون دورة أولى، بدها الثانية والثالثة إلى آخره. المبدع والشاطر واللي عنده المام وعنده رغبه يتجه وين حابب اتجاهه، هل يا ترى بالنحاس، هل يا ترى بالاغاني، هل يا ترى بالنول اليدوي، بالخياطه، بالخشب، الى اخره، بيتجه وين هو بده يعني. واذا ما بيعرف هو كيف بده يتجه او ما عنده هذيك المعلومات، نحن بنوجهه من خلال جلسه معه يعني ولتكن ساعه، انه نفهم منه شو اللي حابه وبنوجهه نحن بارشادات عم تكون غالبا صحيحه. لكن نحن عم نعاني اليوم اولا موضوع المواصلات، السيد وزير السياحه كمان بوجه له التحيه مرارا وتكرارا على وعدنا انه ان شاء الله بتكون مواصلات قائمه وعن قريب بموضوع الحاضنه، انتهينا ان شاء الله بالمواصلات وحلمنا بيتحقق، الكهرباء البلد حال البلد حالنا حال غيرنا عم نعاني، بس ان شاء الله عم ساوينا طاقه كمان بدعم من وزاره الاقتصاد، وهلا ان شاء الله في مشروع عم يقولوا ان شاء الله السياحه، يا رب وزاره السياحه بتدعمنا والاتحاد ما عم يقصر بالامكانيات المتاحة. موضوع اليوم الشاب وقد يجي يتعلم، يعني احنا فينا نعطيه عذر وبنفس الوقت بدنا جهة داعمة انه هذا الشاب احنا عم نساهم، عملنا دورات مجانية كتير، لكن اليوم الحرفي ما عاد يقدر يعطي دورات مجانية او شيخ الكار، يعني احنا في تعليمات انه جزء من المبلغ اللي بده يكون للدورة ولتكن فرضا دورة ب 500,000 احنا عم نساويها ب 200,000، هذا مثال. طيب هذا الشاب اللي اليوم بده بيكون عم يشتغل ليعين اهله او ليعين نفسه، بده يوقف عن العمل ليجي يتعلم، بدل ما يجي دخل صار اليوم بده يدفع. صحيح. اذا في جهه معينه تدعم ولو بالسنه مره لشباب عنده الكفاءات العاليه
طيب دينون يا هنديم انه هاي الدوره تكون مجانيه، نحن ساهمنا كمان غيرنا خلي ساهم انه دوره مجانيه مثلا لفئه معينه لصاحبين كفاءات معينه، وفيما بعد هدول راح ينطلقوا لسوق العمل، ربما يعني ممكن بسنه الشاطر راح ينطلق لسوق العمل. وحكيت انا انه فرص العمل متاحه حتى عنا بالحاضنه اليوم، نحن بحاجه لكثير للحرفيين الماهرين المبدعين، وبالنهاية هو بيصير عنده دخل جيد جدا. اليوم الحرفي ما له فقير، الحرفي بإبداعه بأنامله الذهبية عم يصير غني هو وكمان أهل بيته. يعني من زمان كانوا يتجهوا، اليوم الصبايا إذا واحدة من خطيبة مثلا، نحن منشجع على التعليم أكيد وما نبعد عنه، ما فينا نستغني عن التعليم، لكن اليوم بيقولوا كمان مثل أول أهالينا كانوا يشجعونا على الصناعة والحرفة ونزيل تعلم شو بيشتغل. والله مع احترامي كل الموظفين بيقولوا موظف، طيب موظف اليوم ما عنده قدرة هو يعيش، كيف بده يعيش ويفتح بيت؟ بينما إذا واحد عنده منشأة حرفية كمان من هذا الباب يتجه هذا الحرف اليوم بالإضافة لعلمه يتجه يتعلم حرفة يدوية فنية إبداعية، وفيما بعد راح يدخل له دخل اقتصادي منيح. يعني اليوم حضرتك عدنان حكيت عطيت كثير تفاؤل لكل الشباب إن كانوا شباب أو صبايا ومن مختلف الأعمار ومن مختلف شرائح المجتمع بأنهم يعملوا دورات، ودائما للتراث فينا نرجع نحن للتراث ونطور منه، مثل ما عملت حضرتك أنت بلعبة الشطرنج. ذكرت أنت أنا موقفة عند كلمتك أنه ممكن صارت ثلاثة ممكن تصير أربعة من خلال نظرتك أنت للأمور. أنا ساويت ثلاثة ونفس الرقعة هي شكل مسدس أبعاده 80 سنتي، عامل رقعة من ثلاث أشخاص، إذا ما حب يلعب ثلاث أشخاص تنقام وتنحط بلعبين، لأنه قوانين جديدة بالاتحاد الدولي للشطرنج ما نزلت عن ثلاث أشخاص بس، ممكن هي تصير أربعة؟ وممكن تصير أربعة، أربعة أسهل ما أنه تكون ثلاثة، ثلاثة أصعب شيء. معناتها هي شغلة جديدة، إذا شي حد هيك من الشباب بيتكرم وبيجي بيطور. لا فينا نساويها أربعة أكيد، الأربعة أسهل. أكيد. يعني الخطط تبع بدها تكون أو التقسيمات الهندسية أسهل ما أنه تكون ثلاثة، ثلاثة أصعب شيء. أهم اليوم عفوا. أهم النصائح لكل الشباب اليوم يلي عندهم حرفة بإيدهم وما لهم قادرين ينتسبوا أو ينتسبوا عندكم للحضنة أو يعملوا دورات، أكيد بسبب ذكرت حضرتك المواصلات أو ممكن يكونوا بغير بلاد أو شوية صعوبات، شو النصيحة الأهم لكل شاب أو صبية في حرفة بإيدهم ممكن هيك تسهل عليهم الطريق شوي؟ بالعكس انا بشجع عليهم ويتابعوا وما يوقفوا، والتطور قائم والابداع ما بيوقف، والابداع ملك كل الناس. يعني كثير ناس احيانا بيكون شغيل عند معلم بيصير عنده كفاءه عاليه اكثر من صاحب العمل. بقى اليوم اللي عنده والله المام او عنده نوعا ما مفهوم بالحرفه تبعه ما يوقف ويتابع، والافق مفتوحه اليوم عكس اول زمان كانت الامور كثير محصوره، بينما اليوم الانفتاح العالمي والتكنولوجيا والتطور والآلة شجعت احنا المنتج اليدوي. يعني اليوم وقت بتحطي منتج آلي ومنتج يدوي فورا العين بتنظر للمنتج اليدوي لأنه فيه روح مثل ما حكينا. بشجع على ايدهم وصبية شاب كبير بالعمر فاتوا القطار ما في قطار يفوتوا، يجي يتعلم ولو كان عمره 60 سنة بينتج وبصير عنصر فعال بالمجتمع وبيدخل دخل اقتصادي لبيته وماله صعب ابدا. وكثير اجانا ناس متقاعدين، في ضباط بالجيش متقاعدين اجوا وتابعوا عنا وصاروا هلا ينتجوا ويسوقوا منتجهم هن بايدهم، يعني عن طريق التواصل الاجتماعي، وصاروا يعني وقت القطعه الفنيه عم بتقعد معه 20 25 يوم وبعدين ببيعها، ربما الناتج تبعه الاقتصادي عم يفوق راتب موظف، مع احترامي لكل الموظفين. اذا التفاؤل قائم ولابد ما انه التجاره تنشط لانه كل شيء بيموت مثل ما انه التجاره بتموت وبتحيا. صبية شاب كبير بالعمر مرحب فيهم بالحاضنة، الدورات قائمة إن شاء الله بعد شهر اثنين، لأنه في هلأ كمان افتتاح بسيط عم يكون لموضوع انضمام إخواننا وزملائنا بتكية سليمانية، رح يصير افتتاح جيد إن شاء الله على مستوى سوريا. ومنرحب بكل مين عم يسمعنا بشاشة الإخبارية على طول ما بتقصر مع الحرفيين انه يجوا يزوروا هاي الحاضنه، هاي المنشاه الحرفيه، منشاه الابداع، منشاه التطور،
منشأة الحرفيين، منشأة تاريخ المجد لكل واحد يتذكر شو هو الإرث الحضاري اللي ورثونا يا أبانا وأجدادنا. أكيد بالختام شيخ الكار عدنان تنبكجي بدنا نشكرك كثير ونشكر كل حرفي سوري عم بيحافظ على هي الحرف التراثية رغم كل الظروف والإمكانيات. شكرا لك سيد عدنان وشكرا لجرعة التفاؤل يلي قدمت اليوم لكل الشباب ولكل حرفي إن كان شاب أو صبية. شكرا لك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وجه تحية الأستاذ ناجي حضوي رئيس الاتحاد العام للحرفيين الداعم الأكبر، وللأستاذ لؤي شكو مدير حاضنة الدمر. شكرا لكم. أهلا وسهلا. أكيد نحن مكملين بمشوارنا الصباحي عفاف، ورح ننتقل لتقرير التالي مع قلعة دمشق أحد معالم المدينة التاريخية والجمالية. خلونا نتعرف عليها سوا مشاهدينا بالتقرير التالي. قلعة دمشق أحد أشهر معالم دمشق القديمة، القلعة الوحيدة التي شيدت فوق سهل، شامخة كشموخ قصيون صامدة في وجه كل من دخل لها غازياً. فعلى الرغم من همجية كل من الصليبيين والمغول والعثمانيين والقصف الفرنسي الذي طالها عندما قصفت مدينة دمشق وغيرها من الزلازل والكوارث، حافظت على بنيتها الأثرية وأبوابها وأبراجها التي تحكي لنا تاريخ أقدم مدينة مأهولة في العالم من خلال النقوش التي بقيت عليها. كانت قصراً كبيراً في العصور الوسطى وحصناً عسكرياً هاماً ومقراً للسلاطين الأيوبيين، تمارس فيها جميع النشاطات السياسية والاجتماعية، فكانت مدينة محصنة فيها قصور وحمامات ومساجد جمعت العلماء والفلاسفة، وفيها دفن عدد من الملوك ثم نقلت رفاتهم إلى خارج القلعة. هي اليوم جزء من مدينة دمشق القديمة التي بنيت فيها أصلاً على سهول مطلة على نهر بردة، لهذا تعتبر القلعة الوحيدة في سوريا التي لم تشيد على مرتفع، وتعتبر من أبرز المعالم الحضارية والأثرية فيها، فهي تحفة معمارية هامة لا تزال تحافظ على وضعها حتى الآن، مدرجة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي عام 1979 ميلادية. تقع في الزاوية الشمالية الغربية لمدينة دمشق القديمة، ويعود بناؤها إلى عهد تاج الدين تاتش بن آل بأرسلان السلجوقي. تعرضت القلعة إلى العديد من الكوارث كهدم بعض أجزائها نتيجة الزلازل أو العمليات الحربية. قصفت من قوات الاحتلال الفرنسي عام 1945، فتهدم جزء منها وكشف عن أقسام كثيرة، وبدأ الترميم فيها في تشرين الثاني عام 1984. عمدت وزارة الثقافة السورية إلى أن تجعل من القلعة شعلة تضيئها الفعاليات والنشاطات والمهرجانات، فعلى أرضها أقيمت العديد من ملتقيات النحت والتصوير والفنون التشكيلية، وفي أروقتها أقيم الكثير من المعارض التوثيقية والتذكارية لتبقى رمزاً فكرياً وثقافياً يقصده كل محب لدمشق وتراثها وثقافتها. أما هلا مشاهدينا فصباح الصحة يلي منتمناها لإلكن دايماً بصباحاتنا، واليوم رح نحكي عن موضوع طبي جداً مهم. عم نحكي عن الاستسقاء الكلوي، حالة مرضية شائعة بدرجة كبيرة إن كان عند حديثي الولادة أو المرأة الحامل أو كبار السن. اليوم يمكن عفاف مصطلح غريب، ولكن كلنا بنعرف إنه الكلية عضو هام بجسم الإنسان وهي بحاجة دايماً يمكن لفحوصات مبكرة كرمال نتجنب أي مشكلة. أكيد هايدي، وممكن هذا المرض يصيب الكليتين أو إحداهما ما منعرف، وممكن كمان هو بيصير بسبب وجود انسداد بالأنابيب يلي بتصرف البول من الكليتين، أو بسبب تشوه تشريحي ما بيسمح أبداً بتصريف البول كما ينبغي وبحالة طبيعية عند الشخص. اليوم رح نتعرف على أسباب هذا المرض وشو التشخيص الصحيح لهذا المرض وطرق العلاج أيضاً والأعراض
الأعراض يلي بيشعر فيها الشخص وقت إصابته بهذا المرض. كل هاي التفاصيل رح نحكي فيها مع الدكتور محمد عزام استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير. صباحك دكتور وانت بألف خير. خلينا بداية كنا عم نحكي قبل الهواء انه مصطلح غريب ولكن خبرتنا انه هو شائع بدرجة كبيرة. خلينا نوضح للمشاهدين بشكل مبسط نحن شو بنقصد اليوم باستسقاء الكلية. هو استسقاء الكلية هو مصطلح طبي غريب بالنسبة للأخوة المشاهدين لما بيسمعوه، لكن هو شائع وممكن لما بيعرفوا تعريفه أو هو ماهيته فبظن معظم الناس مارقين بهيك مراحل سواء قرايبينهم أو حدا من أصدقائهم، لأن هو بيمثل مجموعة من الأمراض. الأمراض طبعا الأمراض بعضها أمراض خطيرة وبعض أمراض بسيطة ما في أي عواقب كتير سيئة بالنسبة للمريض. خلينا نعرف أول شيء مسار البول. مسار البول ضمن الجهاز البولي من الكليتين لحويضة الكلية، طبعا بينتقل للمثانة عبر أنبوب اللي هو الحالب، من المثانة بيخرج للوسط الخارجي عن طريق الإحليل. أي انسداد، أي مرض أو أي مشكلة بتصير ضمن هذا المسار بتؤدي لانسداد في خروج البول، بيؤدي لحالة الاستسقاء الكلوي هل هي توسع بحويضة الكلية نتيجة هذا الانسداد. طبعا هذا التوسع له درجات، متوسط، بسيط، وحاد، أو فينا نسميه شديد. فأزيته على الكلية بتختلف بناء على الدرجة، وبيتصنف حتى لمزمن وحاد تماما بناء على كمان السبب يلي أدى لهذا الاستسقاء، وبناء على السبب وفترة زمنية ودرجة الاستسقاء بيؤدي لأذية للكلية ممكن تنتهي طبعا بفشل كلوي بنسميه obstructive nephropathy، يعني فشل كلوي ناتج عن الانسداد أو عن الاستسقاء الكلوي. يعني اليوم ذكرت هلا حضرتك دكتور انه حسب السبب كمان، واليوم ممكن كثير من الاشخاص يمارسوا بخلال حياتهم عادات سيئه ممكن كمان تؤدي للاستسقاء. خلينا نتعرف على الاسباب الاساسيه يلي ممكن تؤدي لهذا المرض. الاسباب كبيره، اسباب شائعه كثير، من اهمها بمرحله الطفوله التشوهات ضمن الجهاز البولي. هل هي ممكن أشعها انسداد الحويض الحالبي أو المثانة العصبية عند الأطفال، فبتؤدي لانسداد بخروج البول، ما عاد البول بيخرج بطريقة طبيعية، فبيزيد الضغط جوا المثانة مثل المثانة العصبية، بينتقل هذا الضغط للكليتين. أما المرحلة العمرية الشباب، من أشيع الأسباب هي الحصيات الجهاز البولي، بيؤدي لانسداد بالحالب. طبعا هي بتكون أعراضها حادة ومفاجئة، يعني المريض بهيك حالة بيكون أقل لأنه يهمل حالته مثل لما بيكون عند الأطفال، لأن عند الأطفال ما بيراجع أحيانا بألم، الطفل أحيانا ما بيشعر بألم، ما بيكون في عنده أعراض. صحيح. لأنه حالة مزمنة وبطيئة، يعني الجسم بيتكيف معها. فنحن من أحيانا من خلال الصدفة الفحص الدوري أو لفحص معين عمل إيكو بطن أو عمل طبقي محوري فلاحظ أنه في استسقاء. وين المشكلة بتكون بهيك حالة؟ أنه التقبل الأهل لهذا الموضوع بيكون شوي يعني صعب، أو حتى أحيانا بيكون في إهمال بهيك أمر، لأنه الطفل بيقول لك ما عم يشكي من شيء. أحيانا بيشكي من إنتانات بولية متكررة، بيكون الأهل عم يعالجوا الطفل علاج خاطئ، لأنه تشخيص سبب الاستسقاء كتير مهم لعلاج الاستسقاء، لأنه نحن إذا ما شخصنا صح العلاج بيكون خاطئ، فبتؤدي لأنه العواقب أنه نخسر الكلية. باعتبار الأسباب كتير شائعة وكتير عددها كبير، ممكن بعض العادات بالحياة اليومية مثلا لبس الضيق أو بعض العادات الثانية أو قلة شرب المي تؤدي لا لهي. قلة شرب المي هي أحد الأسباب اللي بتزيد أذية الاستسقاء الكلوي، يعني الاستسقاء مؤذي للكلية تماما. لكن العادات السيئة مثل الطفل اللي بيحصر بول كتير أو اللي ما الطفل ولا حتى الطفل أو الكهل أو الشباب أو الصبايا يلي ما بيشربوا سوائل كتير أو حتى الكبار بالعمر كرمال ما يفوتوا كتير على الحمام،
يعني مزعج بيكون بالنسبه لهم دخول الحمام بشكل متكرر. فهن شو بيعالجوا المشكله بمشكله اكبر اللي هي قله شرب المي. احيانا عادات غذائيه مثل في ناس كثير بيحبوا الموالح بيستهلكوا ملح بكميه كبيره او بيكون عندهم ارتفاع بحمض البول او الكالسيوم لاسباب مرضيه او غذائيه، يعني هن بيتحكموا احيانا بهي المستوى من الازيات عن طريق فمهم اللي عم يدخل للمعده، بس هن في عندهم سلوك معين، في غذاء معين متبعينه، بيحبوا اكلات معينه، لكن هالاكلات ضاره للكليه. مثلا في احد المرضى بيجينا انه انا كل يوم لازم اكل موالح، نوع من الموالح، بيستهلك كميه كبيره من الملح، فبيؤدي لازيات كلويه، بتزيد لما بيكون في استسقاء. يعني احيانا الاستسقاء بحد ذاته بيكون علاجه متابعه فقط، متابعه، بنقول له نحن تابعنا بشكل دوري، بنعمل له ايكو الترا ساوند ومنتابع مسار الاستسقاء، بيكون بحد ذاته غير مؤذي، لكن السلوك اللي عم يتابعه المريض هو اللي عم يسبب الاذيه. اكيد يعني اسباب كثيره دكتور ذكرتها ويمكن تكون جدا بسيطه ونحن ما ننتبه لها وننتبه لخطورتها. خلينا نروح من الاسباب للاعراض اليوم او العلامات اللي ممكن تظهر عند الاشخاص ويعرفوا انه عندهم استقصاء كلوي، وخصوصا انه نحن كثير بنسمع انه اعراض هذا المرض ما بتكون واضحه بالبدايات. شو فيك تخبرنا عن الموضوع؟ طبعا. نحن كثير مهم المرضى يعرفوا هي الاعراض خلال فترات هالعمريه هاللي حنذكرها هلا، لانه هي ممكن تكون المفتاح للعلاج الصح. احيانا الطفل بيعاني من التهابات متكرره، بوليه متكرره. الاهل بيعالجوا اول مره المريض ضمن وصفه طبيه، فمنلاحظ انه في مفهوم خاطئ وشائع جدا هذا المفهوم. هي الوصفه محتفظه فيها الام، فبتعالج هالطفل من الالتهابات البوليه، تحسن بعد اسبوع 10 ايام، فلما بتتكرر معه نفس الاعراض تروح بتصرف نفس الوصفة وبتجيبها وبيتحسن الطفل. لكن هون هي تجاوزت مفهوم كتير شائع انه العلاج صح لكنه على المدى البعيد هذا خاطئ، لانه في سبب معين بيكمن خلف هذا تكرار الالتهابات. يعني تكرار الالتهابات عند الطفل لازم تعرف الام انه هذا امر غير سليم، وفي معناها في تشوه داخل الجهاز البولي لازم نعرفه ونعالجه، يعني نعالج السبب أكثر ما نعالج الأعراض. عند الشباب منلاحظ أنه ولفت نظر أنه عند الحوامل الحامل في كمان مفهوم شائع أنه أنا حامل المرأة، فبتلاقيها مهملة لنفسها شوي، لأنه بتقلك أنا الأوجاع اللي عم تجيني بالخاصرة هي نتيجة الحمل تماماً، وهذا تعب، وحتى بتصير ممكن تروح لموضوع أنه الدلال، أنه لازم تدلل أكثر وما تشتغل، لأنه باعتبار أنه هو التعب سبب لآلامه. لكن بيكون نحن دائما في استسقاء اسمه استسقاء حملي، بيؤدي لآلام خاصة بالخاصرة اليمين، بيؤدي لانسداد نتيجة ارتفاع هرمون بروجستيرون خلال الحمل، ونتيجة ضغط الجنين على الحالبين، فبيؤدي لاستسقاء بنسميه استسقاء حملي. هذا الاستسقاء له درجات، في درجات معينة لازم نتداخل عليه ونعالج، لأنه ممكن تخسر الحامل الكلية. عند المرحلة اللي فينا نسميها بعد العمر 50 عند الرجال، من أحد الأسباب الشائعة هي البروستات، مرض البروستات بيؤدي للاستسقاء الكلوي، وغالبا بيكون ثنائي الجانب بالكليتين، وهون خطورته بتكمن، لأنه المريض بيفقد الكليتين مع بعض. يعني الاستسقاء أحيانا بيكون بجهة واحدة بكلية واحدة، فالكلية الثانية سليمة، لكن لما بيكون الانسداد نتيجة بروستات تضيق بالإحليل فبيكون غالبا ثنائي الجانب. فالمريض إمتى بينتبه؟ بينتبه لما بصير بيتنفخ بيتوزن أطرافه، بيقول لك أنا يعني بيجي على العيادة إنه أنا رجلي عم يتورموا، إيدي عم يتنفخوا، عم فوت على التواليت كتير. هلأ لاحظي هون ما في ألم بالخاصرة، في تكرار تبول. عند الأطفال في تكرار إنتانات بولية. عند الحامل في ألم بالخاصرة. يعني هي الأعراض بتختلف
من مرحلة عمرية لمرحلة ومن سبب لسبب. لهيك نحن الاستسقاء أحيانا بيتعالج بطريقة غلط وبيؤدي لنتائج غلط ووخيمة يعني بالنسبة للمريض. طيب خلينا ننتقل هلا للتدابير العلاجية. ما بدنا كتير ممكن نخوف المرضى أو نقول فورا نلجأ للعمل الجراحي ممكن، ولا في تدابير علاجية أكيد كل حسب كل حالة أو كل عمر. تمام. العلاج الأشياء والأشمل يعني إحنا إذا بيجينا 100 مريض عنده استسقاء كلوي، معظم هدول المرضى العلاج فقط هو متابعة. يعني هذا خبر يمكن كتير حلو، إنه مجرد متابعة بأشعة اللي هي الألتراساوند الإيكو مثل ما معروف، فقط مجرد متابعة وبعدها ممكن يتحسن لوحده أو ممكن يكون العلاج دوائي. هلأ بحالات كتير قليلة هون التدابير لازم تكون إما جراحية لما بيكون في تشوه شديد ضمن الجهاز البولي عند الأطفال، أو تدابير إسعافية. شو يعني إسعافية؟ يعني إسعافية يعني لما المريض بيعاني من أعراض شديدة، بألم بالخاصرة شديد، لنفرض إجانا الساعة 12 بالليل دخل على الإسعاف وعنده حالة استسقاء وألم شديد جدا مترافق مع أقياءات، هون التدبير بيكون إسعافي. نحن غالبا بيكون عنوان التدبير أو العلاج هو إنه نحن نتجاوز موضوع الاستسقاء. كيف منتجاوز موضوع الاستسقاء؟ تمام. يعني هذا الانسداد إما منركب قسطرة بولية لما بكون انسداد سفلي ضمن الحالة ضمن الحليل أو البروستات، ويمكن مارق فيها في كتير ناس بالستين سبعين بالعمر مارقين فيها إنه بيركبوا له بالإسعاف قسطرة بولية فقط. مجرد قسطرة حمل كليتين ورجع وظيفتهم للطبيعي وصار أموره بأمان، مجرد تركيب قسطرة. ممكن تطول الحالة؟ ممكن تطور الحالة إذا ما داركنا العلاج الإسعافي. القسطرة تطول. هلأ نحن القسطرة هو تدبير إسعافي، أما العلاج أما بيكون استئصال البروستات سواء بالتنظير أو جراحة أو علاج دوائي، هي بناء على الشدة. ممكن عند الأطفال التشوه لنا الخلقي ممكن نتابعه متابعة، وبمعظم الحالات نحن نتابعه متابعة بعلاج دوائي فقط، وبعدها مع نمو الطفل بصير الوضع أحسن وبيتحسن وما عاد في أي تداخل. وأحياناً نضطر للعلاج الجراحي لنصلح هذا التشوه الخلقي اللي موجود ضمن الجهاز البولي. تمام. عند الحوامل وهن بيخافوا منها مع أنه هو إجراء بسيط مدته 5 دقائق، منركب قسطرة حاليبية اللي هي عبارة عن دبل جي منسميها، قسطرة مرينة داخلية بتصل بين المثانة والكلية لنتجاوز هذا الانسداد. لأن قلنا نحن الرحم أو الجنين ضغط على الحالة فأدى حالة الاستسقاء اللي هي بتأذي الكلية. نحن كيف بدنا نتجاوز هذا الموضوع؟ منركب قسطرة حالبية بالتنظير عبر التنظير بتصل بين المثانة والكلية، هي القسطرة بتمنع موضوع الانسداد وبتحافظ على الكلية وعلى الحمل السليم وعلى الجنين وبتنسحب بعد الولادة. فالإجراءات مختلفة حسب السبب، لهيك تشخيص السبب الاستسقاء كتير مهم، لأنه ممكن إذا نحن ما شخصنا صح يكون العلاج خاطئ فتتطور الحالة لمرحلة الفشل الكلوي. تمام دكتور. بعد ما حكيت عن التشخيص الصحيح والسليم وعن طرق العلاج المتبعة اليوم لعلاج هذا المرض، خلينا نقول ممكن هذا المرض ينتشر لبقية أعضاء الجسم بحالة معينة؟ إمتى نحن بيكون في حالات خطيرة جدا؟ يعني المريض بيدخل على الإسعاف بالليل أو بالنهار لازم ينعمل العملية فورا. لما بيكون المريض عنده استسقاء كلوي وبيعاني من هاي العلامات اللي حنذكرها، طبعا مو دائما هيك بيكون العلاج، بيكون العلاج شديد وجراحي، لكن ببعض الحالات فنحن لازم ننتبه لهي الأمور. لما بيكون في ألم بالخاصرة شديد وترفع حروري، يعني صار المريض يعرق ويرتفع حرارته يستفرغ، وألم شديد بالخاصرة وخاصة عند الكبار بالسن وعندهم ضعف بالمناعة، مثل اللي عنده بيعاني من مرض السكر غير المنضبط، بيعاني من بعض أمراض الأورام، علاج كيماوي وبيتعرض لحالة من الاستسقاء، هون صار التداخل إسعافي
لأنه مهدد للحياة ومهدد لأعضاء الجسم الثاني، ممكن يصاب بصدمة إنتانية لأنه هون بيتطور الاستسقاء لالتهاب حويضة وكلية حاد، فبعدها ممكن يعمل خراجات، ممكن يعمل صدمة إنتانية سيبتيك شوك، فهون صار في مهدد للحياة، فالتدابير لازم تكون إسعافية، يعني ما في إهمال بهيك حالات. هي الحالات صح قليلة لكنها خطيرة، فنحن دائما لازم نلفت نظر الأخوة المشاهدين. يعني بالختام دكتور، خلينا هيك بأهم النصائح لكل المشاهدين يلي عم يتابعونا، إن كان عندهم هذا المرض أو حتى ممكن طرق وقاية. الطرق الوقاية أهم شيء هي عدم إهمال أي عرض، لأنه دائما في عرض معناها في سبب معين داخلي، يعني ما يكون الإهمال مثلا ألم بالخاصرة إنه ما يعزي الكبير بالعمر لأنه ألم ظهر. دائما نحن بيفوت المريض كبير بالعمر، شائع إنه هو عنده ديسك، فبيقعد بيستهلك هالمسكنات، والمسكنات طبعا بتأذي الكلية، معروفة معظم أنواع المسكنات هي مؤذية للكلى، فبفاقم المشكلة باستهلاك المسكنات، وبيكون تماما عم يصبر على المشكلة والمشكلة عم تتطور عنده. أمر ثاني، سواء كبير أو صغير، دائما يتعود على شرب السوائل، شرب المي، يعني احنا ما بنقول له شرب سوائل بيروح بيشرب صودا أو بيشرب عصير من الصناعي، أو استهلاك السوائل يعني الماء بنركز ونقصد فيها المي العذبة. بيبتعدوا بشكل عام عن الملح، بعض الأغذية اللي بترفع نسبة حمض البول، هي النصائح بشكل عام. يبتعدوا عن حصر البول دائما، بالخص عند الأعمال الإدارية، المحامين، المحاسبين، المهندسين، الإعلاميين، دائما بيكونوا بأماكن صعب إنه دائما يشربوا مي من شان ما يفوتوا على الحمام بشكل متكرر، فهي هذا السلوك يعني يعتبر سلوك خاطئ، فيفترض انه نبعد عنه. اكيد بالختام نصائح طبيه جدا مهمه. بدنا نشكرك كثير الدكتور محمد عزام، استشاري جراحه الكلى والمسالك البوليه. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك، شكرا. اهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيكم الف عافيه. اما هلا مشاهدينا رح نروح مشوار صغير على مشقيتها ونشوف جمال الطبيعه يلي بتكثف فيها ومعالم الجذب يلي موجودة فيها. كل هذا الشيء أكيد ضمن التقرير التالي. مشقيطة هي عروس جبال اللاذقية المتوجة بخضرة رائعة وبحيرات ساحرة، تعتبر من أهم مواقع الراحة والاستجمام في محافظة اللاذقية، حيث برزت هذه القرية الواقعة على بعد 23 كيلومتر شمالي مدينة اللاذقية إلى الواجهة السياحية، بعد إنشاء سد 16 تشرين الذي تطل عليه القرية من الجهتين الغربية والشمالية الغربية. وهذه الإطلالة الجميلة المميزة على السد ببحيراته السبع تتخللها مساحات واسعة من الأحراج والغابات والأراضي الزراعية المليئة بأشجار السنديان، الصنوبر والبلوط وغيرها، كما وتحيط بها مجموعة مزارع وقرى عديدة. وكلمة مشقيطة كما ذكرتها مصادر التاريخ تشير إلى أن لفظ مشقيطة هو لفظ سرياني ويعني الأرض المروية أو المسقية من السقاية، وذلك لكثرة ينابيعها. ويلاحظ الزائر لهذه القرية المرتفعة حوالي 260 متر عن سطح البحر توفر الخدمات السياحية، كما وتتميز مشقيطة بطقسها المعتدل صيفاً وشتاءً وبهوائها العليل. وأكيد مشاهدينا، من جمالية محافظاتنا السورية والمعالم السياحية الهامة فيها، صار الوقت لحتى نودعكم وينتهي مشوارنا الصباحي معنا معكم لليوم. بدي أتشكرك يا عفاف، وأكيد شكرا لكل المتابعين، وكل الشكر للمخرج الأستاذ وسام محمد والمعد رامي بداوي، وأكيد المصورين الأستاذ نزار. لا تنسوا تابعونا بكرة مشاهدينا بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بخير. بقية نهار حلو لك هايدي، وشكرا لك، وأكيد شكرا لجميع كادر الإخبارية واستوديو صباحنا غير، وشكرا لكم كمان مشاهدينا على متابعتكم، وإن شاء الله نكون هيك خفاف على قلوبكم من عند الصباح، وبقية نهار حلو لكم وتقضوا بكل خير ومحبة إن كنتوا لحالكم أو برفقة الناس يلي بتحبوها. كنوا بخير، باي باي.